اهلا بيكم يا جماعة. النهاردة 9 مايو، طبعا كلكم سمعتوا عن اخبار بتاعت امبارح. ايلون ماسك طبعا استهزئ بالعملة مع مقدم البرنامج، عملة برنامج كان ساتردي نايت لايف، كان مامت ام ايلون ماسك كانت قالت له يا ريت عشان النهاردة اليوم عيد المرأة او عيد الام حاجه زي كده، فقالت له انت هتديني ايه؟ مامته في البرنامج بتقول له هتديني هديه، اتمنى ما تكونش دوك كوين. فلا لا هو فزعلت قوي. وبعدين البرنامج مقدم البرنامج بيقول له انت ايه هو الدوك كوين، يعني ايه هو الدوك كوين؟ ف قال له شوية حاجات، قعد يشرح لي شوية حاجات، فقعد يسأله كل المذيعين مش فاهمين لغاية دلوقتي، مش الإجابة مش منطقية اللي قالها. فقال له إيه ده يعني؟ مقدم البرنامج قال له يعني هذا يعني صخب أو هراء، أو يعني بمعنى إن هي يعني اشتغالة، أو يعني حاجة زي مش نصبة، حاجة زي بروباغاندا حاجة زي كده. فقال له هي بروباغاندا حاجة زي كده. فطبعا الاهانه دي اللي عملها للدوك كوين سببت الدوك كوين. هو عموما الدوك كوين على فكره اول ما ابتدى البرنامج قبل حتى التصريحات دي لقيته عمال ينزل جامد، يعني طلع شويه وراح نازل تاني، ومش عايز بقى غطس ومش عايز يقب تاني. فطبعا الدوك كوين بقى اتدمر خالص بسبب الموضوع. بس هو يعني ايه، زي ما انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، خلي بالكم الدوك كوين والعملات اللي هي الشيت كوين اللي هي مش مظبوطه دي ملهاش اساس. انت عايز لو عايز تستثمر فيها بمبلغ صغير وهبش واجري، يعني اقعد قدام الكمبيوتر لغايه ما تطلع فلوسك، ما تخزنهاش، ممكن تخسر فيه، وللاسف ده اللي بيحصل يعني. تمام، ده النهارده بالنسبه للدوك كوين. طبعا نشوف ده الدوك كوين، طبعا خلاص مفروض يعني انا من وجهه نظري اللي عايز يستثمر فيه بمبلغ صغير، انه ممكن هيطلع وينزل تاني، بس ممكن يتهبد هبده ما يطلعش تاني، ربنا يستر يعني. بص السعر عامل وصل لكام النهارده؟ 48 سنت، يعني ماشي كده في الرينج معين، مش معرفش بقى هيطلع بقى تاني، ربنا عوض على اللي خد من فوق وباع يعني، او باع وباع بخساره، او يعني ربنا يستر يعني. طيب ده بالنسبه للدوك كوين. انا كنت نصحت قبل كده بالعملات اللي موجوده هنا كلها. بص العملات اللي هي الاكس ار بي، الادا، بي ان بي، الترون، الفيت، الدوت، طبعا الايثيريوم بنصح بيه دايما. بالنسبه للادا كنت نصحت بيها، وحتى في ناس علقوا على الفيديوهات وقلت لهم نصحتهم بالادا، قلت لهم سالوني على الادا قلت قويه، عمله قويه اهو، نطت النهارده. بص نطت حوالي 10% تقريبا، 13% كمان. عمله الادا النهارده طالعه طلوع قوي جدا، وبصراحه في ناس كتير حققت ارباح كتيره يعني. في ناس ما عارف اتصلوا بيا كنت نصحتهم بيها، عملوا لهم بتاع حوالي بتاع 2000 دولار النهارده. فيعني بقول لكم انتوا القعده عملت شغل حلو. في عملات قويه مضمونه حتى لما بتنزل بتطلع تاني، لكن العملات المضروبه لما بتنزل ممكن تطلع جزء بس مش هتوصل لك للسعر التوب اللي انت وصلته قبل كده، فدي في منتهى الخطوره بتاعت اللعبه بتاعته. لكن العملات المضمونه مهما تنزل حتى لو قعدت سنه هتطلع تاني، يمكن تغطي كمان المبلغ اللي انت اشتريت بيه يعني، فهتكسب. تمام، ده بالنسبه للادا. طبعا في خبر تاني عن البيتكوين مهم على فكره يا جماعه. عدد محافظ البيتكوين المؤسساتيه التي تحتوي على 100 او 1000 بيتكوين تستأنف النمو وفقا لتقرير جديد. دلوقتي إقبال المؤسسات الاستثمارية على سوق الكريبتو جعل القيمة السوقية الإجمالية للسوق ككل تصل لمستويات قياسية فوق 2.4 تريليون دولار. الأخبار بتاعت البيتكوين حتى لو أنت مش مستثمر بالبيتكوين، البيتكوين مهم ليه بقى؟ لأن هو يعني لغاية دلوقتي هو التوب بتاع العملات، التوب في السعر يعني، مش في الوظيفة، في السعر. وطبعا كل الحيتان حاطين فلوسهم فيه، وكل الناس التقيلة والناس الخطر والناس الكويسة حاطين فلوسهم فيه. فطبعا في ناس كتير تقيلة ومؤسسات ضخمة حتى فلوسها في البيتكوين. فطبعا الموضوع ده لما البيتكوين بيطلع كله بيطلع، لما البيتكوين بينزل كله بينزل. فالبيتكوين اهميته في كده ان هو ماسك السوق لغاية دلوقتي، رأس السوق بعدين الإيثيريوم،
فالإيثيريوم مع انه انا من رايي اهم من البيتكوين، ولكن هو عشان السوق سمعته مبنيه على البيتكوين اكتر. يعني معظم الناس تعرف العملات الرقميه لما تقول لهم يفتكروا البيتكوين بس، ما يعرفوش العملات التانية. تمام، بس انا بقول لكم اهتموا بالمعلومه اللي هقولها لكم دي بتاعه البيتكوين، لانها مهمه كمان يا جماعه. يوضح الرسم البياني التحليلي المقدم من منصه جميع البيانات وتحليلها جلاس نود أن عرض البيتكوين المخزن في نطاق يتراوح من بين 100 و1000 بيتكوين يرتفع مرة أخرى. المؤسسات الاستثمارية تستحوذ على المزيد من عملات البيتكوين. يظهر تقرير جلاس نود الذي شاركه رئيس قسم المعلومات في شركة ماسكوفسكي كابيتال أن محافظ البيتكوين التي تحوي على 100 إلى 1000 بيتكوين يتزايد مرة أخرى في العدد بعد انخفاضها قليلا في شهر ابريل الماضي. يعني في طلب تاني، ما تنسوش جي بي مورجان والكلام ده، في ناس كتير تقيلة يا جماعة ورا البيتكوين. يوضح أليكس ماسكوفسكي ان نطاق 100,000 او 1000 من محافظ البيتكوين هي لمؤسسات مالية، بحكم أن هذه الأخيرة تستخدم بروتوكول محدد لتخزين الأموال على منصات الحراسة والتخزين مثل كوين بيز وبيت جو التي تم شراؤها مؤخرا بواسطة جالاكسي ديجيتال. يحدد ليكس أيضا أن كوين بيز تخزن الأموال في محافظ الوصاية الخاصة بها وتقسمها إلى 100 أو 120 وحدة بيتكوين. يعتقد ليكس أن هذا استئناف لنمو وهي ما تعد أخبار سعودية للبيتكوين. ده ليكس ماسكوفسكي. في وقت سابق ظهرت تقارير صحفية حول تحويل مبلغ كبير من البيتكوين والمقابل ب 12.234 بيتكوين. تم سحب هذا المبلغ 12,000، يعني 12,234 بيتكوين، تم سحب هذا المبلغ من منصة التداول كوين بيز، ومن المحتمل ان من يقف وراء هذا الكم من البيتكوين هو المؤسسات. كلمه مؤسسات دي حط تحتيها 100 خط. كان هذا المبلغ الكبير المحول من البيتكوين يساوي 688.3 مليون دولار. عدد عناوين البيتكوين النشط اتصل لاعلى مستوى له في 3 اشهر وفقا لتغريده حديثه نشرتها جلاس نود. زاد عدد عناوين البيتكوين النشطة يصل إلى أعلى مستوى له في 3 شهور والمقدر ب 65,659 عنوان. تم رصد ارتفاع سابق مماثل في 9 فبراير من هذا العام والذي بلغ 65,525 عنوان. بص يا جماعة، الموضوع ده بيخلينا نفهم ايه، ان في السوق نفسه بتاع العملات الرقمية من الصعب هدمه، ومهما ان العملات تنزل هتطلع تاني. فانت دايما تخلي في بالك ايه العملات القوية، ما دام انت شغال مع عملة مضمونة وعملة قوية زي الادا زي البيتكوين زي الايثيريوم مثلا، عندك الايثيريوم اهو، مهما تنزل هتطلع تاني. بص الايثيريوم نزلت ايه امبارح، نزلت طلعت تاني ولا لا؟ بتطلع تاني. تمام، غير الدوك كوين حتى لو نزلت هتطلع قد ايه يعني، وبعدين حتى لو طلعت قوي هتروح هبطة جامد يعني، ملهاش اساس. لكن طول ما انت شغال في العملات الرقمية التقيلة ما تقلقش، خلي قلبك جامد، ولو انت حتى شاري في العالي بتستنى تاني، ولما تنزل الاسعار وما لحقتش تبيع اشتري من تحت تاني واعمل سعر متوسط وبيع، بس ما تبيعش كله دايما، بيع جزء وخلي جزء. وحاول، احنا الهدف بتاعنا ايه دايما بقوله في كل حلقة، الهدف بتاعنا ان احنا نعمل راس مال بتاعنا دخلنا بيه، بنعمل ارباح تغطي بيها راس المال، وتبتدي تاخد تسحب راس المال في جيبك يبقى بتاعنا، وتبتدي تلعب فين، تستثمر في الارباح، تشتغل على الارباح بس. تمام، ما تجيش تخش ب 100 دولار تعمل لك 2 دولار وتقول لي ده الارباح 2 دولار هشتغل بيهم، مش هيعملوا لك حاجة. تمام، على قد ما انت تقدر طبعا، ربنا يرزق الجميع، انا عايزكم كلكم تبقوا مبسوطين وربنا يرزقكم كلكم، وان شاء الله في ايام مفترجه دلوقتي وربنا يرزق الجميع. انا عايزكم دايما تخلي بالكم على فلوسكم، خلي بالكم على نفسكم، ودايما ما تسترخصش تقول لك انا هاخد حاجه رخيصه زي السيف مون وزي مش في عملات
غريبة طبعا، هي ممكن تكون بتطلع ولكن ملهاش أمان، يعني ممكن تنهار فجأة، فلوسك كلها بتروح، فأنت كأنك بتقامر، دي مقامرة. العملات المضروبة دي عبارة عن مقامرة مش استثمار. يا بتوع الحلال والحرام يعني بيقولك دايما حلال وحرام والكلام ده، عايز أقولك حاجة، احنا طبعا مع الحلال وضد الحرام، مش بتكلم على ديانة دلوقتي أو دين، أنا بتكلم على الأمار غلط، ما تأمرش. ده بالعكس، كل ما أنت بتديهم فرصة الناس دي تشتغل، هما بديهم فرصة ينصبوا على الناس أكتر. يعني أنا مش ضد طبعا، اللي خد خلاص في السيف مون خليه في السيف مون، ربنا يبارك وربنا يرزق. اللي خد في برضو العملات اللي هي مش مظبوطة، حاول إيه، ربنا يرزق الجميع، بس خليك دايما حريص، ما دام خدت فيها حاول تاخد بمبلغ صغير، ولو معاك مبلغ صغير في حاجة زي الترون هي على الأقل مضمونة يعني. تمام؟ يعني عايز أقول لكم اللي هو TRX اللي قدامكم على الشاشة، يعني عايز أقول لكم إيه، خلي بالكم في ستيلر برضو ما حدش بيتكلم عليه خالص، XLM. يعني عايز أقول لكم خلي بالكم على فلوسكم. تمام؟ يلا ربنا يوفق الجميع، لو في أخبار حولها لكم على طول. وأنا آسف، في على فكرة عندي مشكلة، امبارح في ناس دخلت عندي على القناة، للأسف طبعا حصل غلط، مسحت الفيديوهات القديمة كلها للأسف يعني، فطبعا أنا هعمل فيديوهات تانية بديلة ليها جديدة يعني، فللأسف يعني في دخلوا من ورايا وعملوا غلطة، طفل صغير وعمل غلطة يعني، دس على زرار غلط وما علينا. طيب عايز أقول لكم ربنا وفاكم، أنا معاكم، أي تعليق أي سؤال اسألوه، وأنا لو عندي الإجابة بجاوبكم عليها. لو في حد عنده خبر جديد عن العملات الرقمية من فضلكم يفيدنا بالعملات بالأخبار، بحيث كله يستفاد، احنا كلنا أسرة واحدة ولازم كلنا نساعد بعض. تمام؟ وأنا لو خبر جديد هقوله لكم على طول. ربنا يوفق الجميع، سلام عليكم. سلام.